ذبابة الفاكهة هي حشرة تنتمي إلى فئة ثنائيات الأجنحة، تنتشر عبر كامل التراب الوطني. لاحظنا تواجدها حتى في منطقة شمال شرق تمرست، في منطقة إدلس وطازرق، كذلك في جنوب منطقة جانات. تنتقل من زراعة إلى زراعة، من فاكهة إلى فاكهة. تصيب بصفة عامة الأشجار المثمرة، الزهريات ذات النواة والزهريات ذات الأنوية والبذور. تصيب أيضا الرمان، تصيب أيضا الكرز، وهناك ثمار أخرى تدخل في نموذج الغذاء التحا. هذه الحشرة ليس لها غذاء معين ولا نبات آوي معين. الأنثى البالغة تسبب ثقوب على مستوى الثمار لتضع البيوض. اليرقات خاصة الثالث والرابع هي التي تسبب إتلاف الثمار، وبالتالي تتساقط هذه الثمار وتصبح غير صالحة للاستهلاك وغير قابلة للتسويق. بالإضافة إلى نفس الثقوب قد تسبب مداخل لبعض الآفات الثانوية. هذا نموذج لبعض الأمراض التي تتلو مواضع وضع البيوض للحشرة. هذا الثقب هذا يسبب في تسرب بعض الأبواغ، تنتج هذه الأبواغ وتسبب لنا خمج على مستوى الثمار، تنتهي بتدني القيمة الغذائية والتجارية للثمار. نفس الملاحظة نسجلها على الحشرات التي يمكن أن تستغل الثقب الذي تحدثه الحشرة لتقتات منه. هذا الموضع تسبب في خروج عصارة سكرية إلى خارج الثمار، وقد تكون غذاء لبعض الحشرات المصة. هنا مثال ثاني، نموذج لبعض الحشرات المصة التي تنتشر على المساحة الخارجية، وقد تسبب هي أيضا من جهتها في تثبيت بعض الأمراض الفطرية والبكتيرية. الوجود المكثف لهذه الذبابة يسبب خسائر مادية معتبرة واقتصادية للفلاح، لذلك يتوجب علينا القيام بمكافحة الجادة للقضاء على هذه الحشرة. المكافحة تعتمد على عدة أساليب وعدة طرق. أولا نبدأ بالطرق الاحترازية، من ضمن الإجراءات التي يجب على الفلاح القيام بها لتقليص عدد الحشرات هو أهم حاجة جمع الثمار المتساقطة في أكياس بلاستيكية ووضعها في مكان معرض إلى درجة الحرارة مرتفعة إلى حين حرقها. يمكن حفر حفر عميقة ودفن الثمار المصابة وردمها جيدا قبل إجراء المقاومة أو المعاملة الكيميائية. لابد علينا من تحديد عتبة الإصابة، وهي استعمال مصائد جنسية لاستقطاب الذكور. هذا نموذج من المصائد التي يستعملها الفلاح بطريقة مستمرة، تحتوي على ورقة لاصقة بها كبسولة تحتوي على مادة جنسية جاذبة لذكور الذبابة. تقوم بعدها لمدة 3 أيام متتاليات، 3 في الأول، 3 في الثاني، 3 في الثالث. في اليوم الثالث مباشرة لما يكتمل العد إلى 3 3 3، معناها 9 حشرات لمدة 3 أيام متتالية، اليوم الرابع نقوم بالمعالجة الكيميائية. ما هو الدور تحت المصائد؟ أولا تحديد نسبة الإصابة من جهة، ثم استعمال المبيد بطريقة عقلانية لكي نحدد من أضرار المبيدات على المركبات الحيوية للمحيط. المعالجة الكيميائية ترتكز على استعمال مبيدات مصرح بها مع استعمال مادة بروتينية لجذب الحشرات خاصة الأنثى. بعد إجراء عملية الانسلاخ وتخرج أنثى كاملة تكون غير قابلة لوضع البيوض ما لم يكن لديها كمية معتبرة من البروتين، لذلك استعملنا هذه الحيلة لجذب هذه الحشرة والاستعمال المبيد الحشري المصرح به للقضاء بطريقة فعالة مباشرة على مجموعة الإناث والذكور. أينما تواجدت الأنثى يكون بجنبه عدة ذكور، وبالتالي نقلص نسبة تواجد الحشرة بصفة معتبرة. إذا كان هناك تواجد للحشرة يمكن أن نقوم بمعالجات إضافية للقضاء بصفة شبه نهائية لتواجد المكثف لهذه الحشرة.